وصول لكل ضيوفك في الاستوديو النهارده، كابتن يسرى عبد الكريم، كابتن منى عدلي، والكابتن ساره طلعت. عقب فوز النادي الاهلي النهارده على نادي بايب لاين الكيني بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط واحد، بنقول مبروك للنادي الاهلي، جهاز فني ولاعبات. معانا ومعاكم النهارده كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي، وكابتن ياسر صلاح المدرب العام. بنرحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد كابتن حمدي، مبروك النهارده اللقاء، اداء اكثر من رائع، روح قتاليه عاليه. تعليق على اللقاء النهارده. في الاول طبعا بنرحب بالكابتن خالد العوضي ونجوم النادي الاهلي القدامى، نجوم مصر في الكره الطايره، وشهم حلو علينا، بنقول لهم وشكم حلو علينا النهارده. الحمد لله انا بقالي فتره شغال على فريق الباب لاين، لان احنا كنا متوقعين ان احنا هنقابله في قبل النهائي. البنات الحقيقه استوعبوا الكلام واتفرجوا على فيديو كتير ليهم ونفذوا كويس قوي اللي قلناه بدرجه اكتر من ممتازه. في بعض الاحيان بس في اخر الشوط الثالث حصل بس دربكه شويه وعدم دقه الارسالات اثرت على الشوط وخسرنا الشوط، بس رجعنا في الشوط الرابع اللعيبه فائت وابتدت القوه الهجوميه خاصه منتصف الشبكه كانت رائعه النهارده الحمد لله. مواجهه قرطاج تونسي هي سيناريو مكرر للعام الماضي، شايف المواجهه ازاي من وجهه نظرك؟ مواجهه قويه، فريق محترم بنقدره، لقاء متكرر العام الماضي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بمسانده جمهورنا ونحقق اللقب. عايز ابارك لكابتن حمدي الصافي، كلامك النهارده رساله لجمهور النادي الاهلي اللي بيؤازر وبيساند وبيشجع لغايه دلوقتي، تشجيع ما توقفش النهارده. جمهور عظيم، جمهور كبير، فريق كره الطايره سيدات بيحب يلعب قدامه، بيحب يلعب تحت تشجيعه. ادهم، عايز ابارك لكابتن حمدي الصافي. كابتن خالد، اكيد لو في اي سؤال حضرتك حابب توجهه لكابتن حمدي الصافي تفضل. اكيد اولا بارك لكابتن حمدي الصافي، قول له الف مليون مبروك، اداء رائع لكل البنات النهارده. فعلا ارى فريق البايب لاين كويس جدا جدا، يعني يقول لنا ايه النهارده، بنقول له الاستقبالات ولا احسن من كده، غيرت ده ازاي؟ كل يوم نقول له استقبالات استقبالات، والنهارده استقبالات البنات ولا احسن من كده. كابتن خالد العوضي بينقلك تحياته، اكيد كابتن حمدي الصافي بيقول لك النهارده قريت فريق بايب لاين كويس جدا، وكمان قدرت ان انت تتغلب على مشكله استقبال الكرات، بنقل لك تحياته وتعليقك. الحقيقه طبعا فريق باب لاين على فكره فريق قوي جدا، عندهم لعيبه يعني قوه ضربه زي الرجاله بالظبط الحقيقه، يعني ان انت توقف اللعيبه ديت في القوه الهجوميه ديت الموضوع مش سهل، كان لازم ارسال جامد جدا، كان لازم دفاعات كويسه، كان لازم كمان تدريب على البلوك اتمرنا عليه على زوايا الضرب بتاعت فريق باب لاين، لان هم الصراحه فيهم بعض اللعيبه زي الاولاد بالظبط بيضربوا قوه هجوميه زي الاولاد، فكان الموضوع مش سهل يعني، بس الحمد لله اللعيبه اتفقوا على نفسهم ونفذوا كل اللي اتطلب منهم الحمد لله. اشكرك كابتن حمدي الصافي، وبالتوفيق ان شاء الله في النهائي، والنجم العاشر ان شاء الله من نصيب النادي الاهلي. ادهم يكرمنا ان شاء الله. شكرا ادهم.